تفضل استاذ مهيري. السلام عليكم الاستاذ مصطفى المهيري كاتب عربي المغرب. ان فؤادي لا يسيل دما لما يجري في واقع الشعوب العربيه عامه، لبقاء الحدث بخصوص الصحفي الفلسطيني الذي قتل هو وعائلته. لحد الساعة قتل المجرمون اليهود الصهاينة العنصريين المحتلون 25 صحفي بما فيهم بعض الأجل. هم المجرمون اليهود الصهاينة العنصريين المحتلون لا يبالون مطلقا، يدمر الكرة الأرضية وليبقى المجرمون اليهود الصهاينة المحتلون لأنهم نرجس. المجرمون اليهود الصهاينة المحتلون العنصريون لأنهم نرجسيون عدوانيون، فقد استطابوا الدماء العربية منذ هزيمة 67 لما دحروا الجيش المصري وأكبر جيش عربي والجيش السوري، والآن يضربون دمشق وسوريا دمرها. اليهود المجرمون الصهاينة المحتلون العنصريين مستعدون أن يقتلوا. لحد الساعة قتلوا 25 صحفي، وقبلها شيرين أبو عقل، معنا لها جنسية أمريكية، من يبالي بها؟ في حين أن جيف يهودي شاليت منذ 10 سنوات قاموا من أجله بحرب مدمرة في الشرق العربي. يهودي جيفا شاليت جاء من المروك ولا من اليمن ولا من فلاشة من اليوتوبا، قامت بسبب هذا المجرم اليهودي الصهيوني العنصري الخرافي المحتل شاليت حرب منذ 10 سنوات. الآن استطابوا بعد أن دمروا الجيش المصري كل شهر كل مرتين في العام يدمرون، لهم الفيتو الفافيغ من قبل العنصريين الأوروبيين والأمريكيين، ونحن الضحية. الحل والتعلم وصناعة السلاح، كيف بصلهم؟ لم يكن شيء في التاريخ، منتهى الوسخة منتهى البخل. تعلموا يا إخوان، لا حل في الكرة ولا في التوريس، العلم ثم العلم فالعلم. السلام عليكم.